قصص مرعبة يرويها كل مواطن سوري يخرج من سجون داعش. أساليب تعذيب وترهيب يتم استخدامها من قبل عناصر داعش لا تخطر على البال. موفدتنا جنان موسى التقت ناشطا سوريا خرج منذ بضعة أيام من سجن داعش القريب من بلدة الدانة. إليكم هذه القصة. الحدود التركية السورية مزدحمة كعادتها. على مدى 5 كيلومترات تنتظر الشاحنات التركية بفارغ الصبر لنقل البضائع إلى الداخل السوري. وبسبب القتال الدائر بين داعش وفصائل المعارضة السورية يغادر السوريون بلدهم بشكل متواصل، خائفون من عنف وتشدد داعش، لا يجدون حلا سوى الهرب إلى تركيا. سيف شاب سوري اختبر إرهاب داعش بشكل مباشر، التقيته في بلدة الريحانية التركية. قال لي اجى لعندي، قال لي انت ما عليك شيء، كان يوميتها معصي ما بعرف شو وضعه يعني، قال لي ما عليك شيء بس انت طالما اعلامي انت كافر مرتاح. طيب قلت له انا يعني شلون كافر وانا بصلي وبصوم وبقرا قران يعني بعرف بالدين، اسالني جاوبك، اذا ما عرفت شيء شو ما بدك احكم علي. بعدين مرتد بالقران يعني، قلت له انا مذكور انه ما بيقتل فورا. قال لي لا انت مرتد. قلت له ايه شو حكمي يعني، من الاخير بدي ارتاح يعني نفسيا، اللي بدي اسجنك سنه كامله، اللي شو اللي عم قال لي انت ابشر بالذبح باللهجه التونسيه كمان. قضى سيف في جحيم داعش 38 يوما بالكاد تلقى طعاما او ماء. فمره جايبين معهم كرتوني هذول ابو يعقوب ابو الولا، في بقلبها راس مقطوع وحتى الدم لسه موجود، مسحوا جابوا تراب مسحوا راس انسان. ايه قال شيلوه، قال له انه شو بدنا نشيله ما له شعر، قال من داناته شيلوا شلناه من داناته. قال قديش وزنه؟ قلنا له 5 كيلو. قال لا مبين عليه 6 كيلو يعني تقيل راسه وزن، فبدي بكره بده يجي واحد يشيل راسك، انت بعد بكره بيجي واحد اللي شال راسك بيشيل الراس الثاني وهيك. ولكن تجربة سيف داخل السجن تحولت إلى كابوس عندما أخذه عناصر داعش إلى مسلخ يحوي جثثا لشبان تم قتلهم والتنكيل بهم. هلا هو المسلخ في ضمن مثل غرفتين بجبل لحالهم يعني، ما في هناك لا بيوت سكنية ولا في شيء. جثث معلقة مثل الذبايح لما بنذبحها نحن الغنم أو كذا معلقة يعني منكل، يعني في جثه شفناها مذبوحه من بطنه كله. جثث ناس ايه هني شباب كلهم، في منهم بدون راس يعني ما له راس بس جثه. فبيراقبونا قلب المسلخ، في واحد مصري طويل طوله تقريبا 2 متر جثه، هو هذا بيذبح يعني السيف بيحطه هون بصدره بيطالعه، الارمني مسكه هيك قال له انت ختيار رقبتك طريه فذبحك يعني سهل علينا طبعا، ما في حاجة لحتى سن السكين. انتهى كابوس سيف عندما هاجم مدنيون سوريون سجن داعش في الدانة وأطلقوا سراحه وسراح زملائه. فما مستحيل يكون مستحيل. على الحدود يستمر السوريون بمغادرة وطنهم تماما مثل سيف، يغادر العديد من السوريين يوميا من سوريا بسبب القتال الحاصل بين داعش وفصائل المعارضة المسلحة، يخافون من التكلم بشكل علني عن داعش، ولكن رغبتهم واحدة، يأملون أن تتمكن المعارضة المعتدلة من طرد داعش من سوريا واستعادة ثورتهم. جنان موسى، أخبار الآن من الحدود التركية السورية.